منذ أكثر من 10 أعوام توقف العمل بالمدينة الرياضية في الكوت إحدى مشاريع وزارة الشباب والرياضة التي أنشئت على مساحة 137 دونم وبكلفة 300 مليار دينار وبسقف زمني مدته 5 سنوات. ليستدعي هذا التوقف الطويل اتخاذ بلدية الكوت قرارها بأن يكون موقع المشروع مكبا للنفايات، وقناة التغيير تكفل حق الرد. النفايات من يذهب هنا؟ الكابسات يجون الصبح والعصر يشيلونهم. الكابسات مال منو؟ مال الدولة. زي التدعم تجي هنا؟ ايه. شو يسوون؟ ناخذ كراتين ونايلون. يحتوي المشروع في تصميمه على ملاعب رئيسية وثانوية وفنادق ومسابح ومهبط للطائرات وقاعات لرياضة القوى البدنية وكمال الأجسام وأخرى مغلقة وملاعب للتنس ومرافق رياضية مختلفة، إلا أن الواقع مختلف تماما، فالصورة أوضح وأدق من الكلام والوصف. والله من المؤسف، هذا الحلم المؤجل كان من المفروض أن تدخل المدينة الرياضية بحلتها الجديدة ويستثمروها الشباب ل يعني قضاء هواياتهم الرياضية، لكن اليوم عندما يكون هذا المكان هو مكب للنفايات كثير من التساؤلات تضع بين قوسين. لماذا النفايات في المدينة الرياضية؟ هل عجزت الحكومة المحلية أن تردع يعني قسم البلدي في تلك المناطق لوضع النفايات، أم عجزت المدينة عن وجود طمر صحي لهذه النفايات؟ كلها تساؤلات يعني من مواطن من حق المشروع، لأن هذه المبالغ اللي صرفت على هذا المشروع لا يستهان بها. نتأمل من تكون هنالك جهات رقابية تعمل على محاسبة من فعل هذه الفعلة. اليوم مع كل الأسف أن تصبح المدينة الرياضية في مدينة الكوت هذا صرح الرياضي المهم للمحافظة، بدل ما الحكومة المحلية السلطة المحلية في محافظة واسط طالب بإكمال هذا المشروع، مع الأسف أصبح مكب للنفايات. اليوم نعاني من الخدمات. ليش؟ بسبب هناك سبب تقصير من ناحية الخدمات في المحافظة. مجمع للنفايات ربما يتحول إلى موقع للطمر الصحي وسط أسوار كان يخطط لأن تكون مدينة رياضية متكاملة قبل حوالي 17 سنة، ليتبخر حلم رياضي واسطي لا طالما رواد محبيه. من محافظة واسط حسن الرسام، قناة التغيير.